رح نروح لمحطتنا التالية نور، وكثير من الأقمشة والأشياء الموجودة بين إيدينا نعتقد بأنه ما عاد لها فائدة، لكن إذا فكرنا باستعمالات كثيرة ومفيدة ممكن نكتشفها، وهيك بنقدر نشجع على ثقافة إعادة التدوير بكثير من الأشياء بحياتنا، خصوصا في ظل غلاء الأسعار. قديش مهم اليوم نستفيد من كثير أشياء موجودة عندنا. اليوم الكمامة ومع جائحة كورونا العالمية صارت جزء من حياتنا اليومية للحماية والوقاية، لكن ممكن تسبب ازعاج لساعات طويله. اليوم مع مصممة الازياء هزار مسرابي رح نتعرف كيف ممكن تكون مريحه مقبوله خلال فتره النهار وخلال استخدامها اليومي. صباح الخير. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. يعني خلينا نبدا معك من الفكره اللي قدمتيها بظل هي الظروف. كثير من الناس يمكن بحاجه للكمامه، اغلبنا البعض ما بيقدر يجيب كل يوم كمامه، ف عملتي فكرة هيك ظريفة ولطيفة وهي إعادة تدوير. تفضلي اشرحي لنا. الفكرة الأساسية هي وصلة للكمامة. نحن وقت عم نحط الكمامة لوقت كتير طويل عم تضايق الأذان عنا، يعني بتعمل الآلام بالأذن والمطاطة، فأنا عاملة وصلة لها لحتى تكون دغري للخلف بالنسبة للصبايا أو الشباب كمان ممكن نستخدمها بهالشكل. هاد حتكون هيك بالقماش، اي قماش عنا، اي شيء زايد عنا ممكن تعمله، كثير بسيطه الشغله، ما بدها قماش حتى ثقيل او معين. هلا هم مستخدمين الساده، سوري جلد، هم مستخدمين جينز مخمل. هلا اذا عنا حفله مناسبه او في حفلات الاعراس عم تصير بشكل بسيط، فكمان ممكن نعمل كمامه بنفس لون نفس الفستان، قماش الفستان، يعني حلو كمان تكون متناسقة مع الشيء اللي لابسينه. البداية هلا أنا عندي هون مثلا قماش جلد بس حأرسم مستطيل، تقريبا أخذت قياسة 20 سنتي مو أكتر، يعني ما بدي أكتر من هيك. بقلم علام برسم أو بحط اللي عندي القديمة، هلا أنا برسم مستطيل أو بحط القديمة وبرسم عليها وبقصة من الجانبين، بدها تكون محدبة شوي لأن مستطيلة ما حتكون حلوة واضحة تماما، أو يعني شوي مندورة من الطرفين. هلا أنا استخدمت الجلد فما في داعي إني أحط فوقه قماش تاني لحتى سمكة أو بطنة لتكون ماتني، هو جلد مبطن. في ولكن في قماش تاني ممكن نعمله طبقتين مثلا. تمام، هلا بنحكي عنه. جايبة شيء تاني، هي الفكرة أنه أنت رح تركبي عليها زرار أو شيء لحتى نوصل عليه الكمامة تصير سهلة. أكيد. هلأ عندي هيك مستطيل، زرار، أي زرار عندي بالبيت يمكن أنا بقى اختار المناسب للشيء اللي عندي. مثلا هاد حلو، ممكن ما حط نفس اللون، ممكن لونين حجمين، المهم الفكرة بحد ذاتها. هيك بحط من كل طرف زر وبقطبه بالابره والخيط ليطلع عندي هيك هالشكل، تطلع بهذا الشكل. تمام. انا هيك بقى بعلق الكمامه عليها. تمام. بحيث تعطيها مدى. اي نقافه صارت عندي وبحطها على، بعمل هيك، ممكن نعلق جهه تماما مشان ممكن من تحت او من فوق. هلا هنا هيك حطيتها من تحت، او فيني انا استخدمها من فوق، كاني حطيتها على المقلوب. ما كثير يعني مثل ما هي الفكره، مثل ما بدي، مثل ما بيناسبني بستخدمها هيك. بقى ما عاد حطيتها على اداني لحتى تزعجني، ممكن استخدم انا قماش، مو شرط تجيب هاي الكمامة هاي النوعية، ممكن نجيبها قماش كمان أريح لي. هاي فيني أنا استخدمها أخلص منها أغسلها، يعني برجع بغسلها. كيف بعمل كمامة كمان كتير سهل، قماش عندي حأستخدم كمامة قديمة تقيسي عليها وصار هلأ في، يعني صارت عم بيعملوا دراسات حالياً عن كيفية أنواع الأقمشة اللي ممكن نستخدمها بقلب البيت واللي هي ممكن تعطي فاعلية
لما تطبق وتصير كمامة منزلية مثل ما أعلنوا عنها. طبعا كثير من الدراسات والأبحاث عملوها عن هذا النوع من الكمامات مستمر. صحيح. هلا انا مستخدمة قماش هلا متوفر بين ايدي. فينا نجيب نحن قماش قطرة، في كثير انواع اقمشه من الجنس قاسي نوعا ما بتستسمين. هلا انا جايبته اللي كنت لاعمل فيه وصله، بس بما انه عم نحكي على الكمامات فممكن نحكي كيف نعملها. يعني يمكن تابعنا احد الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي نور اللي اخذوا الجرابات، انه فيه الواحد يجيب جرابات من الجراب نفسه ويعملها بتنقص بتصير كمامه مع الوصله طبعا. مع الوصله تبعيتها، فهي دائما في افكار تبتكر من خلال تمام. الظروف اللي نحن بنمر فيها، بما انه هي الجائحه مستمره فمكلفه نوعا ما ماديا انك انت بشكل مستمر بدك كمامه، فعم يروحوا للشيء تقريبا اللي بقدر انا استخدمه واستفاد منه بشكل يومي من خلال اقمشه عندي بالبيت، اشياء كلياتنا عندنا ثياب يمكن ما بنلبسها وما بدنا اياها، فممكن نستثمرها بهي الاشخاص. هلا انا بعد ما قصيتها اكيد ما حادركك، حاتني ثانيه صغيره مشان ادرزها، او ممكن احط لها قماش بيه لحتى اغطي الدايره. بس في عندنا هدول الحبسات اذا واضحين، هدول بيجوا بقلبها السلك رقيق اللي بنربط فيهم ربطات الخبز. اي تمام. اي تمام. هدول انا قبل ما ادرزها ححطها هون، هي مشان تصير التسميكه اللي هي عند الانف تماما، وبدرز حتى تصير عندي المطرح الثاني مشان تصير اثبت تمام. هاي اللي هي البديله لهي القطعه تمام هيك بدها تصير، وبحط لها بقى مطاط، او ممكن انا من نفس القماش طولها وفرغها ويطلع عندي مثل هالشكل هذا. يعني انا بطول القصه وبعملها تفريغ من نفس القماش وبدرزها على الماكينه. هلا هون خياطه الايد بدها تكون شوي ركيكه، فالماكينه افضل لنا بشكل عام. بنرجع للوصله، حكينا انه اذا بدنا نساوي جينز قماش انا برسم على القماشه الخط اللي رسمته. حتى بالايد فيهم يعملوها، لانه ممكن كل الناس عندهم مكانه، يعني فيني انا اسويها. هلا لك انا هون عامله خياطه ايد، يعني واضحه انه فينا نحن نخيط خياطه ايد كمان. بعد ما بقص قطعتين نفس القياس، هلا بدي انوه انه انا اخذ مثلا هذا القياس. اذا بدي ادرزها بدي ينقص، فانا هون بدي زيد شوي نص سنتي من هون نص سنتي من الجوانب لحتى اعطي مجال للخياطه. ححط الوش على الوش، انا اكون قاصه طبعا بشكل دقيق، بحط الوش على الوش وبلش نخيطها. خيط الداير كله. هلا انا ما حخيط الخياطه اللي هي، بس لنورجيكي نموذج فقط. حتى الخياطه البارزه هي موضه صايره، يعني ممكن تبين لون انت تعكسي الدرزه لو كان يدوي. هلا انا عم بخيط على القفا. بخيط الداير كله تقريبا، الداير كله بترك فتحه لحتى اقدر اقلبها. هلا انا مخيطه وحده هون، هاي عامله قماش مخمل. شوفي كيف مخيطه دارزه الداير كله وتاركه هون فتحه لحتى اقدر اقلبها. يعني وانت عم تشتغلي كمان، يعني بدنا نرجع نذكر وننوه انه الكمامة اللي هي وسيلة خليني أقول كتير مهمة اليوم بالوقاية، إضافة للوسائل الأخرى اللي لازم ما نغفلها أو ما ننساها، واللي هي كمان وسائل بسيطة ومتاحة بين إيدينا، هي الحفاظ على التباعد الجسدي قدر المستطاع بيننا وبين أي شخص ونحن واقفين. دائما النظافة الشخصية اللي هي أبسط شيء، ممكن واحد يغسل إيده بمي وصابون، الكحول عم بيكون خارج المنزل أكيد أكثر شيء، ولكن ضمن البيت أو حتى أول ما نوصل لأي مكان بس مي وصابون ممكن يقينا من كثير مشاكل. ما نلمس، نبعد شوي عن عاداتنا اللي كنا متعودين عليها، دائما ما بصير نحكي إلا إذا أشرنا على وشنا أو إيه صح. متعودين دائما، حتى يعني بكثير أمور إنه بكون قاعدة حطيت إيدك من غير ما تحشي حركات لا إرادة. هلا صارت هي يعني صارت هي الحركات شوي تخلينا نفكر قبل ما نعملها. هلا أنا بعد ما قلبتها تم عندي هي الفتحة، هي بقى أنا بلقطها لقط وتصير جاهزة. إيه تمام.
يعني بحيث اعمل خياطه مخفيه ما تبين لحتى تسكر، انه اكيد ما حتى مفتوحه، حتى ممكن قطبتين ثلاثه، يعني انت تركتي فتحه صغيره. ايه تمام، بس انه لقطه تكون من الطرفين، من الطرف اليمين لليسار، وقصيتها. وكمان بختار له الزر مناسب، حط زر اسود، حط مثلا شيء بارز، يعني ممكن حط الوان بارزه تكون واضحه، وبخيط الزر كمان لحتى يوضح اكثر. يعني مثل ما قلت في كثير قماش، في كثير انواع، في كثير اشكال، انا بس هيك بريح اداني من الوقت الطويل وعطيت حركه جديده، تغيير شكل. بصير بتقيد انه انا لابسه مثلا تصير مثل قطعه اكسسوار مع ثيابي اكيد هالقطعه هاي. ومثل ما قلت هلا ليكي في كثير اشكال، اذا عندنا مناسبه هون عامله لون فضي. يعني في كثير اشكال، كثير انواع. هلا بالسوق بنلاقيها في منها بلاستيك، هي القطعه بتجي مثل بلاستيك ولا مثل الشوك على جناب مشان تعلق عليها المطاطه. هلا البلاستيك احيانا بيكون كمان قاسي على الراس، صح؟ فهيك نحن اخذنا القماش بضل اخف. ممكن نعمل بالقماش بالخيطان تريكو، اذا بنعرف نشتغل بالسناره بنعمل كمان خط مستطيل بالتريكو، كمان هذا بيمط اذا الكمامه عندنا. خيطنا كمامه الاذان، كمامه خيطنا خلفيه الاذان قصيره، فممكن بتمط معنا التريكو. مثل ما قلنا سلمى، يمكن عم نحاول من خلال اشياء بسيطه نعمل اعاده تدوير لكثير مستلزمات يوميا بتفيدنا. ومثل ما قلنا بالبدايه، يمكن الكمامه صارت جزء مهم بحياتنا للحفاظ على صحتنا. واخر الدراسات اللي حكينا عنها منظمه الصحه العالميه، باخر دراسات يعني نوهت على بعض الاقمشه ممكن نقدر نستفاد منها وتصير بالاخص كمامة. الاقمشه القطنيه واللي اعتبرت انه المسام اللي موجوده فيها هي قادره على انه تساهم بعدم دخول الفيروس، لانه في بعض انواع الاقمشه ما عندها هي القدره. ونتذكر كمان انه هذا النوع من الكمامات هو ممكن يستخدم للاشخاص اللي ما هم مصابين بالمرض بشكل يومي، غير الاشخاص اللي هن على تماس مع شخص مريض، فهن بحاجه طبعا للكمامات الطبيه والاكثر فلتره. هلا غيرك، نحن بنرجع لخياطه الكمامه اذا عندنا اطفال صغار، يعني الكمامه عم تجي كبيره على وشه، وخاصه اذا طفل بيبي او عمر سنه، فعم تجي كبيره كثير على وش الطفل، فانا بفصل له كمامه على مقاسه حتى اقدر وقت اطلع من البيت اكون مطمئنه ما اخاف او اكل هم يستنشق شيء. طيب بالختام بدنا نشكرك اكيد على وجودك معنا. عم نحاول يمكن خلال رحلتنا الصباحيه دائما يكون معنا جزء فني جميل من خلال اعاده تدوير كثير من الاشياء اللي بتكون عندنا وحاطينها على جنب ما عم نستفاد منها. في كثير اشياء فينا نستفاد منها وتكون جزء مهم بحياتنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم كثير وسعد صباحكم. شكرا لك، يعني اليوم ما اعطيتينا فكره كيف كمان حتى مصممه الازياء تقدر بهي الجائحة تكون عندها أفكار مفيدة وخلاقة. ما نقول خلص هلأ بهذا الوقت ما لنا قدرانين نعمل شيء، لا، صرتي كمان عم تقدمي أفكار. شكرا لك، شكرا لوجودك. شكرا لكم كثير.